اوكي يا شباب، قبل ما نبدا المقطع عايز اصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا ما تنساش تحط لايك، عايزين نوصل المقطع ده 30,000 لايك. طبعا والله يا شباب المقطع بيتنشر لناس تانية لما انتوا بتحطوا لايكات. فا اوكي يا شباب، انتوا عايزين نوصل المقطع ده كام لايك يا مهند؟ كام لايك؟ 35,000 لايك. ايه اللي طبعا يا شباب جبت لكم مروان ومحمد الكينج وهيما ومهند. طبعا الناس اللي بتحب الناس دي تحطوا لايك يا شباب، عايزين نوصل المقطع ده 35,000 لايك. واللي مش مشترك يشترك في قناه الشباب ويشترك في قناتي، عايزين نوصل ربع مليون وبس. استمتعوا. هيما 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 يا جهيما، ايه يا مكامل في ايه يا عم؟ انت الفحم بدا يخلص يا عم، وعايزين نجمع فحم مش عارفين ايه ده. من الارض سخنه قوي، انت مولع فيها ولا ايه يا مالا؟ مولع عليك كده. المهم انت عايز فحم؟ عايز فحم اكيد يعني. انت ناسي الحصان بتاع زمان اللي ابوك المفروض يديهولك وهو لسه صغير مولود، بس ملك المايه اللي هناك ده خده وانت لا. طب اسمع يا عم، استنى بص يا عم، الفحم بدأ يخلص، خد البس البتاعة دي في رجلك عشان ما تتلسعش. الأول البسها في رجلك عشان ما تتلسعش. ماشي، صباح رجلي اتشوت أقسم بالله. يلا معلش معلش. بص يا جدعان، الحصان اللي اداهولنا أبويا غلط في البيضة، وبدل ما يدينا بيضة الحصان الناري ادانا بيضة الحصان الماية دوت، وأنا الصراحة مش حابه خالص، يعني حاسس إن هو كده مش تبعنا. بصوا شباب، بصوا بيعمل إزاي، مش تبعنا، مش ده اللي هيجمع علينا الفحم. طب وايه العمل دلوقتي بقى يا عم هيما؟ هنعمل ايه في الحصان المائي ده بقى؟ العمل هي خطه واحده لا غيرها، لا بديل لها. ايه هي؟ هنركب الحصان ده ونحاول احنا نقنعه ناخد الحصان الناري بتاعنا عشان نقدر نعيش في الفحم اللي بينطفي حوالينا ده. طيب اسمع بقى، احنا نروح ونطلبه منه بالراحه، لما ادولناش بالراحه احنا هناخده بقله الادب. ماشي، قله الادب ما فيش اكتر منها. يلا يلا تعالى بس نجيب الحصان معانا. انا هجيب الحصان، استنى اقلع البوت. اركبه انت. ماشي يلا نط نط يلا في الميه. استنى وراح فين؟ تعالى يلا. اوكي يا شباب، عندنا مهمه دلوقتي ان احنا نروح ناخد الحصان اللي هو الناري ونديله حصان المائي، عشان كل واحد فينا يبقى معاه الحصان اللي يلزمه. بس يا رب يرضى، بس لان الراجل ده وحش قوي، ما بنقبلوش من زمان وهو على كده، ما بيرضاش يدي حاجه لحد ولا ياخد حاجه من حد. يلا بينا يا هيما. بسم الله. هو الحرس بتاعه، الحرس بتاعه. السلام عليكم. السلام عليكم. ما فيش، بس انا كنت جايب لك شفت جدك الملك اللي هو المائي دوت جه وادانا الحصان اللي هو المائي، بس الصراحه احنا مش عايزينه لاننا بنجمع فحم وعايزين الحصان الناري اللي عندك. واو، تعال شوف يا جهيمة. تعال شوف يا جهيمة، انت ازاي تتجرأ؟ ازاي تتجرأ انك تاخد الحصان مني او تكلمني اصلا؟ انت بتعرفش انا مين؟ انا ملك التلج. يلا، طب انت ملك التلج، انت ملك التلج. انا مش على الميه. طيب ما احنا عارفين، ما احنا كلنا بنمشي على الميه عادي والله، بس انا عايزين نرجع الحصان ده. احنا مش عايزين الحصان ده. الحصان ده مش هيرجع، الحصان ده حصاني. طيب يا ملك التلج، يا ملك التلج، يا ملك التلج، شكلك فهمت غلط. بيقول لك زمان ابوك وابوه بدلوا البيضات بتاعت الحصان ده بالغلط، يعني المفروض ده يكون معاه وده ضده معاه يعني. انا ماليش دعوه، ماليش دعوه، كل واحد يروح على بيته دلوقتي عشان ما اعملش مشكله. طب اسمع، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، انت الحصان ده هو اللي هينفعك، لانك مائي تاخد الحصان المائي، وانا بحب النار وبحب ان انا اعمل فاجيب فحم وكده، هبقى محتاج الحصان الناري بتاعك ده. ينفع ولا مش ينفع؟ لا كيف كده بقى، انا عاوز بقى الناري، وانت خلي لك بقى التلج المعفن ده. طيب طيب يا عم براحتك، انت مش عايز تجيبه يعني؟ بكره الايام توريك، بكره الايام توريك يا حبيبي. بكره الايام تبين بقى مين قاسي ومين حنين. خلينا نشوف. بقول لكم ايه، مشي العيال دي من هنا. لا 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 لا، خلاص 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 والله، خلاص خلاص والله، خلاص والله احنا مشينا. يا الله يا اخي، الناس دي وحشه قوي كده ليه يا جدعان؟ والله ده انتم محتاجين الحصان ده واحنا محتاجين الحصان اللي عندكم. ما تركب ورايا يا هيما بقى. يا هيما بيشيل نفر واحد ده صح؟ مش عارف، جرب كده اركب. انا اصلا زهقت منه يا اخي، والله ما ليه فايده معانا، ملوش فايده كده. كله بسبب ابوك، كل سببك وابوه اقسم بالله. يا عم احنا هنعمل ايه طيب؟ ما ابوه غبي برضه، ملك غبي كده، حطه هنا بقى كده وخلاص، وعقبال ما نشوف الموضوع ده. طب هنعمل ايه في الموضوع ده يا عم؟ هنعمل ايه؟ احنا لازم نفكر في خطه، يا اما تبادل نقنعه، يا اما نمسكه من دراعه اللي بيوجعه. طيب انا نقنعه تاني، نحاول نروح له تاني ومن غير الحصنه ونقنعه بالراحه، ولو مرضيش هنعمل زي ما انت قلت، نمسكه من دراعه اللي بيوجعه. هيما يلا هيما، اخر مره هيما نروح نكلمه بالراحه.
يلا زهقت منه والله من معاملته معانا والحراس بتوعه دول. بس يلا اخر مره بالهداوه كده، يلا يلا وتبتت يبقى تبتت. وبس يلا بينا كده بقى، احنا هنروح له كده بالراحه من على الطريق بتاعه دوت. يا اخي ليه بيعمل كده؟ طب ما هو لو ادانا الحصان بتاعه مفيش حاجه هتحصل عادي، انما هو من زمان وهو رخم كده وبارد، مش عايز ولا يدينا الحصان ولا عايز، واحنا عايزين نجمع فحم بقى ونكسب فلوس وكده. بس هو يا السلام عليكم. انت اللي جايبك هنا، انت عايز ايه؟ احنا جايين نشوف الرئيس بتاعكم. لا لا لا، ممنوع الدخول. يا مهند، مهند مش فاضي، مش فاضي. افتح بس والنبي هنقول لك كلمتين اتنين. مش فاضي، كون بتعمل ايه؟ ما تفتح تتكلمه. لا لا خلاص 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 والله خلاص خلاص. هيما خلاص، هيما باحترام. يا مهند. نعم. يا مهند بس يعني انت شايف ان الوضع، يعني احنا محتاجين الحصان اللي معاك، بالله عليك بس ادينا الحصان اللي معاك. ايه ده؟ ايه ده؟ انا عمري ما شفت بني ادم كده يا اخي. بقولك ايه؟ قفل وشك الباب؟ اه انت زي ما قلت لها هيما، هنعمل الخطة التانية. يلا بينا. ماشي، خليك فاكر انت اللي قلت لا. ها؟ يلا يلا بينا. عشان انت بتقولي لا. ها؟ يلا. بالبيتزا هقطعك. ولا اقول براحتي لا. تقول براحتك لا. والله والله لا نوريك، اقسم بالله لا نوريهم واحد واحد. انا هوريك الحركات الاكشن بتاعت التيك توك اللي هنيجي نعملها فيكم كلكم يا ولاد اللذينة. يلا بينا دلوقتي يا هيما نعمل الخطه. هيما يلا، هيما يلا عشان نشتغل بقى، لان بجد انا زهقت منهم كده. هنفضل معانا حصان الماء الزباله ده وهم معاهم الحصان بتاعنا. يلا بينا، استنى اما الليل اللي يجي ونجهز البيكاكس والاكس ونروح نكسر لهم بيتهم ونعمل فيهم حركات جامده. الو الو يا هيما. الو، انت نسيت ولا ايه؟ النهارده بالليل جه الخطه عشان ناخد ام الحصان ده. يا عم انا جهزت كل حاجه ومعايا السيف والبيكاكس والاكس وكل حاجه والليد اللي هنسرق بيها الحصان. جهزت؟ انا نازل، نازل من فوق جبل العصفور، نازل اهو. اصبر ايه؟ طب انا جاي لك، انا هخرج لك، هخرج لك، هقابلك هقابلك. يلا سلام. انا ورا بيتك اهو، جيت. يلا سلام. يا هيما يا هيما، يلا يلا يلا. اسمع بقى يا اسطى، انا بص امسك انت السيف، لاننا احنا مش عايزين نضرب بالسيف، احنا بنضرب بايدينا يا زميلي. يلا بينا، يلا يلا يلا. بص هنسحبهم واحد واحد، انا عندي خطه، خطه الكلب المناونو. تمام، الخطه ديت ما بتظهرش مع اي حد، وانت ثبت العقل وانت بتضرب، يعني ما تهدى، مش عايزين نموته. بس ابني عليه، بس ابني عليه. يلا يلا بسم الله، هنسحبهم واحد واحد. يعني بص انت عامل كانك عرج، اعمل كانك عرج كده، رجلك بتوجعك. يلا يلا يلا. ولا عندي فكره احسن. ايه؟ نقول لهم إيه في، والنبي يا ابني تعالى ساعدني في كاوتش عربيه، انا ومخدينه في الكبوت الام. طب يلا بس. يلا بينا يلا بينا. اه ده ايدي، اه ايدي. المكان مروان، اسمك مروان. اسمع تعالى بس هناك، ايدي وجعتني والكاوتش وقع على العربيه، تعالى ساعدنا بس بالله عليك دقيقه. الكبوت مفتوح والشنطه مفتوحه والكاوتش طاير. تعالى والنبي، تعالى تعالى معلش. يلا تعالى هناك، هنا في اخر بتاع هناك. تعالى تعالى احنا هنوصلك، تعالى. يلا بينا يلا. فين العربية يا جدعان؟ بص العربية اهي خوريا. اوه يا دماغي. زو ابلع. تعالى خش عليه، خش عليه. اطلع من المية، اطلع. تعالى 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 حبيبي، تعالى. اطلع 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 فوق كده. يلا كسرت الدروح. تطلع بس، اطلع فوق بس كده، اطلع لي. يلا اطلع فوق كده يا حبيبي، يلا خش عليه. ادي له واحده، ادي له واحده في وشه، ادي له واحده. سيبها لي انا، سيبها انا، افتح له وشك كده. اقف، ابلع يا بدري. تعالى خد لك واحده بقى مني انا. يلا استنى بقى اخر واحده كده، بسم الله الرحمن الرحيم. و خد يا، لا ما جاتش دي، ما جاتش، لا دي ما جاتش، دي ما جاتش. يلا واحده تاني. امسكوا امسكوا هيما، امسكوا من ورا هيما. هو لك الشيبسي. امسكوا امسكوا. يلا 3 ماسكوا ماسكوا 2 1. خد يا، ابلع ولك ابلع. بص بقى، خليك انت هنا، خليك انت هنا. اروح انا اجيب التاني هقول له. لا 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 لا، عندي فكره، عندي فكره، عندي فكره. البس الدروع وكانك انت الحارس، وهو كده كده مش هيعرفك. البسه. يلا 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 بينا، يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا بينا. اخيرا كنت اول. البسه عشان ما يعرفوش اللي هو انا. يلا 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 يلا، خليك ايوه بصوته كده. هنجيب الحصان النهارده، يعني هنجيبه. يلا بينا احنا. يا محمد كينج، يا محمد تعال تعال، صاحبك ايه اللي اخرك يا مروان؟ لا ما تاخرتش والله، خلاص بس الكاوتش كان محتاج صاموله زياده مش موجوده، جبتها من سويت 3 تركات. يلا روح بس مع عمك الكامل، روح روح. تعال تعال تعال، هو هيحرس المكان. تعال الكاوتش التاني فرقع، بس روح شوفه. تعال يلا تعال
تعال الكاوتش التاني فرقة تعال. خليك يا مروان احرس المكان. احرمها. انا هرميه في المي. يا ابلع 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 بس بس الحمد لله. ولا 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 قتلته قتلته. ايوه ايوه كده خلصنا من الاثنين. لبوس والله بلكت ما تتش البوس. قتل بوس قتل بوس. معيش لبوس يا ابني والله. انا معايا انا معايا. هو فين؟ هو تحت تحت. زيو اديت واحده خالص. يلا يلا بينا يلا بينا دلوقتي بقى عشان ننجز بقى ام الموضوع ده وناخد الحصان بتاعنا. هو الراجل نايم هو عامل نفسه نايم. يلا بينا دلوقتي. خر حصان والنبي والنبي سيبني انا اخش اسلم عليه. خش خش اديله البوسه خش اديله البوسه. عامل ايه؟ يلا يلا انا جبت الحصان انا جبت الحصان. عامل ايه؟ اقتله ولا سيبه؟ بقول لك ايه؟ لا 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 احبسه احبسه عشان نيجي نعذبه. احبسه اخيرا خدت الحصان خدت الحصان خدت الحصان اخيرا حصاني اخيرا. انا ملك التلج انت ما تعرفنيش. اخيرا هوريك. اوه شوف يا هيما ايه الحياة هيما. شايفك بس. اوه اوه كنت هتدوس على وشي يا عم انت حاسب. اوه لا ولي الحمد لله. حاسب يقع منك حاسب يقع منك. شد فرام الايد بس قبل ما تنزل حاسب. استنى استنى بس عشان عايزين نوقفه في المكان هنا. وقفوا السطح بتاعنا. اوه شوف يا شباب اخيرا رجع لبيته. رجع لبيته. شوف الحصان الاسطوري. سيبني سيبني عايز اجربه. هركبه ماشي. جربه جربه. واو 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 يا جناحاته. بص جناحاته يا اخي. واو واو واو. وزي ما قال عمك بتنجان ابن عم نعمان اللي ضحك اولا بكي اخيرا. صح ولا لا يا هيما؟ اكيد طبعا. امال حصل في الحقيقه؟ امال انا ليه قلبت على سعيد بيك وتخه كده؟ اه يا اخي. يا حراميه. ايه ده يا حراميه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ في ولاد سرقت بره ولا في ايه؟ حراميه مين يا حاج؟ سرقتوني. ايه السرقه؟ شوف مين يلا ايمن اللي جالنا يلا. سمعت الصوت ده فين قبل كده؟ مش انت اللي اخدت اخر مره اخر قلم؟ ايوه ايوه. حصانك حصانك خلاص في البطاطا. انت عامل ايه دلوقتي؟ انا عاوز حصاني. رجع لي حاجتي يا عم. مش انت بص عندي فكره عندي فكره يمكن ما نفهمه بقى الحقيقه وخليه يفهم اللي هناك ده المفروض يكون حصانه. ايوه فهمني الحقيقه فهمني. الحقيقه ان انت ابوك المفروض ان هو ملك المايه صح ولا لا؟ المفروض ان البيضة اللي تيجي بتاعة الحصان تبقى بيضة الماء وتبقى بتاعتك ويطلع الحصان مائي. بجد ليه الحصان دلوقتي طلع ناري؟ يبقى انا المفروض إيه؟ اخد الناري وانت تاخد المائي. هو 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 طلع ناري عشان هو كده. ايه يعني هو ابوك حراق يعني ولا ايه؟ ايه اللي ناري يبقى هو بيحرق يا عم بيحرق أوي. ليه ابوك اسمه مؤمن زكريا؟ انا مش عارف. لا بلاش عشان انا زملكاوي ما ادكش في عينك انت كمان. ايوه الله. هات لي بقى الحصان ده يعني كده. يعني انا لازم اتقبل امر الواقع واخد حصاني معاه في لا خدها انت ده حصانك كده. يلا يا باشا يلا يا باشا. شوف انت رايح فين. تباتو يلا يلا حبيبي يلا روح بقى من هنا. الله يلا سلام. حاسب يا ابني الحصان ده بيموت من النار. الله يخرب بيتك. بيتلسع يخرب بيتك. نزله امشي امشي. ده انت حمار راكب حمار. انزل في الميه. امشوا عرر. اوكي سيوا كراسات الفيلم. اتمنى 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 يكون الفيلم ده عجبكم. طبعا عملنا فيلم ماينكرافت الحصان المائي والحصان الناري. وطبعا يا شباب الناس اللي طلبت محمد الكيخ ومروان توب ليجند اهم يا جدعان اتكلموا يا جدعان. لا يكونوا مفكرين لا لا اهو محمد الكيخ ومروان توب ليجند. انتوا يا جدعان الناس مفكرين زعيم مع بعض. انتوا زعيم مني في حاجه؟ لا ما تشوف يا جدعان اللهطل ده يا جدعان والله عبيط. وراك يا عنه خدنا وراك يا هلا. ما ينفعش باخدش غير راكب واحد ده. فبس شكرا سويت المقطع. اتمنى يكون المقطع ده جاكم ونزعم احلى لايك وشير وسبسكرايب عشان نوصل المقطع ده 20,000 لايك. اشوفكم المقطع يجي على خير الله. احلى ناس في الدنيا احلى جيش. جيش المك مليون. 35,000 لايك. 30,000 ديسلايك. ايه ده شيلها من المقطع؟ مش هشيلها يا شباب. حطوا لايكات 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 وبس. سا 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 سلام. حته سيو جهيمه سيو جهيمه بيحبوها الناس.